لك هاي وحدة مسروعة، مو عرفاني الله وين حاططها. على أساس أنا اللي عرفانة؟ بحكي معها من الغرب بتجاوبك من الشرق. ليش شو الفرق؟ لك ما بيصير يا أروى، ما بيصير، أكيد في فرق، لازم تحسم أمورها. والله شكلها يا عبورة هالأمور هي اللي عم تحسمنا. أنا شو عم بقول لحالي؟ بركي أنت بتحكي معها بتخليها تلين شوي. لك أي بعت لحمة إن شاء الله؟ لسه ما هبلت تميها، لسه ما ها فتحت تمي وعم قلها لك يا حبيبتي يا رحمة، شو قيمة الوحدة مننا إذا ما جوزة شريكة رفيق عمرها حبيب قلبها غار عليها؟ لازم بالعكس تصبر عليه، مو تقعد تسق وتنق وتشكي لك يخرب بيت قلبك كل هاد ولسه ما فتحتي تمي؟ اي والله. ايه وشو قالت لي؟ قالت لي قولي لحالك هالحكي. لا لا فعلا فعلا صايرة ما بتنطق هالبنت. لك اخ عن جد هي البنت صايرة ما بتنطق. يلا روحي روحي باي. لك اخ العشاء جاهز. أنا فايتة نام، مشان يعني إذا بدك تطلع وتفوت على الحمام تعمل لك دوش، وبس بدي أطلع من أوضة النوم بعطيك إشارة بقول لك يلا يلا. بكرة الصبح بدي أنزل على السوق وبدي أشوف البيت شو ناقصه أغراض، يعني باعتبار ما في زلمة بهالبيت. بدك تطلع يعني بدك تطلع. أهلين حبيبتي، كيف خطرنا عبالك لحتى اتصلتي؟ لا يا مرت عمو، والله دائما انتو بالبال، واحيانا انا بتصل بس بيرد علي عمو. ايه بكون عم اشتغل شي شغلة وماني فاضية. كيفه يزن؟ والله ما بعرف عنه شي يا مرت عمي. يوه على السمع، شلون ما بتعرفي عن جوزك شي؟ ايه والله يا مرت عمي، من وقت ما طلع من السجن وهو حابس حاله بهالأوضة، وانا خايفة يكون صاير على شي. يبعت لي حمى إن شاء الله. ليش أبو يزن ما قال لي؟ كل ما بسأله بيقول لي تمام. والله يا مرت عمي أنا قلت له، بس هو قال لي معليش خليه بركي بيتربى. اسمعوا على الحكي اسمعوا، خلص هلأ بخليه يروح ويسحبه غصب عنه. لا مرت عمي ما عادت محرزة هلأ، خليها لبكرة، بس لا تقلي له أني أنا اللي قلت لك. ماشي حبيبتي يا بنت الأصول يا مؤدبة أنت. تسلمي لي يا مرت عمي، يلا تصبح على خير. خليك خليك لشوف لإمتى. أنا بس حابة أقول لك إنه الحياة الزوجية هي مشاركة بين الطرفين، أنت طرف وأنا طرف، وهدول الطرفين بيشكلوا عيلة إلى مجموعة أطراف، وإذا رح نضل هيك ما رح أخلي لك ولا طرف صاغ. Mm-hmm.